اسمي حلال حسين. عملنا هذا المعرض نحن والطلاب، كان بيناتنا في تعاون كتير، كنا 20 طالب استغرقنا بصناعة هذا المعرض 20 شهر. كان شعارنا أصنع شيء من لا شيء، واليوم كنا بافتتاحه بمدينة الراعي. هي فكرة المعرض الأساسية إنه نحاول قدر الإمكان نخلي الطلاب يفكروا كتير منيح قبل ما يرموا أي شيء. يعني هذا الشيء أنا فيني أستعمله لشغلات إنه ممكن إني أحطها بالبيت أستفاد منها، أشياء أنا ممكن أستعملها بعدين. يعني هاي هي الفكرة الأساسية إنه من المعرض نحاول قدر الإمكان إنه نخلي الأولاد الصغار يحاولوا يفكروا قبل ما يعملوا أي شيء. السلام عليكم. تمت دعوتنا من قبل المركز الثقافي القورة آر بمناسبة افتتاح معرض اصنع شيئا من لا شيء، يعني إعادة تدوير. في الحقيقة تفاجأنا بعمل الأطفال، كان عملا رائعا وجميلا. مشكورين أطفالنا اللي قاموا بهذا العمل الجميل، والشكر موصول للمعلمات اللواتي أشرفنا على هذا العمل، وللمركز الثقافي الذي ما شاء الله مليء بالفعاليات ويشجع المواهب لدى الأطفال. شكرا لكم.